خلوني أعلمكم اليوم يا عيال. هي إيش فيه هذا؟ صقت علي وأنا أسنب، لكن شفتوا كيف دركت الطار. عموما ما علينا، نرجع لموضوعنا، عملية تدريك الطار. الهجينة يا زينة هزينة والله. كونيتشيوا. أبشرك يم حريص، فيزة السواق طلعت كلها شهر إن شاء الله ويوصل. ربي يخليك لي يا أبو حريص ولا يحرمني منك. ما بقى غير إنك تختارين السيارة، وش رايك؟ والله ما أدري، شارك أنا أقول تويوتا. أكيد طبعا بتكون تويوتا، بس وش تحبين في تويوتا؟ وش رايك نجيب سيكويا؟ سيارة راسية، عائلية، وسنعة. الله يهداك يا أبو حريص، العيال كل واحد في بيته، الله يخليهم لنا، ما في إلا أنا، تجيب لي سيكويا. طيب أفلون ولا برادو؟ ولا أقول لك خليني أروح المعرض واختار أحسن سيارة لعيون أم حريص. يحليلك حليله يا أبو حريص. حزامك يا خبيص. أبشر أبشر يا عم أبو حريص، ها صرت كذا نظامي. هذا لسلامتك يا ولدي. عم أبو حريص، نبدأ بأي معرض أول؟ طبعاً ما يبي لها تويوتا وبس. أنا أرشح الإبجي للتطعيس والبران، وتطلع مع أم حريص للديرة. أقول لك سيارة لأم حريص تقول تطعيس. طيب وش رايك بسيارة 86؟ أقول افهم، السيارة لأم حريص ما هي لك. أول مرة أشوف هذه السيارة. تويوتا بعد؟ السيارة بتكون لزوجتي، أبيها تكون مريحة وهادية. أنصحك بسيارة بريوس، تصميمها عصري وانسيابي، وهي من أكثر السيارات الاقتصادية اللي انتجتها تويوتا. ها؟ اقتصادية؟ يعني ما تسحب بنزين؟ اللتر الواحد يمشي لحد 23 كيلو، لأن البريوس تجمع بين ماطور كهربائي يمد السيارة بالطاقة لما تسوق على سرعات منخفضة، ومحرك بنزين يدعم القيادة على السرعات العالية. ما شاء الله تبارك الله. وهذا النظام يتيح استخدام إما محرك البنزين أو الموتور الكهربائي لوحده حسب ظروف السواقة، وبنفس الوقت يقوم المولد بشحن البطارية أثناء القيادة. والله أنها سيارة سنعة. وبعد كهربائية يا عم بحريص، يعني تشحن بالسلك مثل الجوالات اللي عندنا. لا، ما يحتاج سلك، لأن بطاريات البريوس تشحن تلقائيا وباستمرار، وبالتالي ما نحتاج توصيلها بمصدر طاقة خارجي. والله يا ولدي أخف التكنولوجيا الجديدة، صيانتها تكون مكلفة. اطمن يا أستاذ أبو حريص، تكلفة صيانتها زي أي سيارة ثانية، وبطاريتها مضمونة لحد 8 سنوات أو 160 ألف كيلو. وفوق كذا في عرض خاص لو بتشتريها من موقعنا في الإنترنت toyota.com.sa، وبنوصلها لحد البيت. ها؟ سيارة كهربائية وبعد اشتريها من الإنترنت وتجيني على البيت ديليفري؟ أهم حق لعبة مو بسيارة. هذه التكنولوجيا أستاذ خبيص، البريوس لا يستهان بها، تأخذ خط الرياض جدة بتانكي واحد حسب ظروف السواقة. هي عم الرئيس، بس لازم نسميها اسم ياباني. وش رايك نسميها ماروكو ولا إيش رايك نسميها هيكارو أحسن. يا ولدي خلينا نشتريها أول، الحين بدخل على موقعهم أشتريها واستفيد من العرض واطلبها دليفري على قولتك. عيب والله. أم حريص. سامي أبو حريص. تفضلي، عبد اللطيف جميل جابونا السيارة لحد الباب. ربي ما يحرمني منك يا أبو حريص. الله يهدي يا أبو حريص، جاب عليك سيارة تانية يا المزيونة؟ لا، هذه سيارة أم حريص، توها واصلة جديدة من اليابان. كونيتشيوا، أنا سيارة جديدة وصلت للتو من اليابان. يعني تعرفي عاداتنا؟ وتستحملي ظروفنا؟ بالطبع، لقد تم تصميمي حسب أعلى المواصفات والمقاييس في المنطقة. تفضل يا أم حريص، هذه سيارتك الجديدة. يا زين هزينة، الله يعطينا خيرها إن شاء الله. آمين يا رب. على العموم، يا أهلا وسهلا بيكي، أنا اسمي الحديدة. حياك الله يا بنيتي، أنا اسمي المزيونة. وأنا اسمي بريو. عم بحريص، خالت أم حريص، لقيتها بحكم أنها مهجنة، وش رايكم نسميها الهجينة؟ تويوتا، حافظ عليها بصيانة بلدها. لا تنسون تسوون سبسكرايب وتسجلون لايك.
وسووا شير عشان الكل يستفيد معنا.